فاش دانا عشان هيك متأثرين في الكراكولا والخيط الروح. عندنا ثقافة واحدة، البعد الجغرافي يحث على ذلك. الحدودية دايما تأخذ من بعض. نعم. الأغنية اللي أغنيتوها أولا قولي لي اسم الفرقة باش يعرف، ولا مش فرقة؟ ما من هاد الفرقة كلها هي من خيرة. حنرجع إيه إن شاء الله. اللبس ما شاء الله قلت لي متأثرين بوجده، لكن الأغنية أيضا أغنية جزائرية الأخيرة؟ لا، هذا تراث غرناطي، يعني عنده جذور أندلسية مشتركة. نعم مشتركة. نعم المغاربين والمغاربة هنا إيه. يحكي وهذا التراث مغاربي مشترك. إيه هناك هذا جدار، هذا دائما كيكون. نعم بعد ذلك تكون عندكم عودة أخرى؟ إيه كان زي جزائري. مثل ما راكم تشوفوا مطربة مغربية حاضرة في فعالية